اهلا. تعرف بيكي؟ ياسمين من مصر. جاي تعملي ايه في لبنان؟ جاي اغني. جاي تغني؟ هتغني ايه؟ انا عشاق. طب انت خايفه ليه؟ اكيد يعني خايفه. هتخايبه هتفشلي ليه كده؟ تخافيش. يا رب يا بابا ان شاء الله باذن الله. استغربوا يعني ده في ناس كتير بتغني. لا مش كل اللي بيغني، ما في ناس كتير بتغني. هو التوتر والخوف دي حاجة طبيعية لأي حد في الموقف اللي أنا فيه ده؟ أول مرة بدأت أغني فيها اللي هي وأنا عندي 11 سنة، كنت نفسي اللي هو عايزة أمسك المايك بقى واللي هو مبسوطة أوي، أول مرة أمسك مايك مبسوطة أوي اللي هو حطيته قدامي وحاسة إن أنا حاطة واحد يعني واحدة صاحبتي قدامي بقى. متوترة؟ جدا. ركزي كويس؟ اتفضلي. أنا العشاق. سألوني عن العشاق، سألوني عن العشاق، سألوني وأنا في العشق، أنا في العشق، أنا في العشق. الله الله. منين طالع الصوت ده؟ منين طالع الصوت ده؟ انت عندك كام سنة؟ 16. أمال لما تبقي 17 هتعملي ايه؟ أنا من أول ما ابتديتي لغاية ما خلصتي وأنا بأشعر. صحيح. ايه القوة دي؟ صحيح. أنا حسيت إن أنا بفهم في الغنى قوي. بالضبط وصل إحساسك بشكل عجيب. وصل. وبعدين انا لما جيت وكنت مرتبكه هذا الاحساس الفنان الحقيقي. ايوه سبقتني لانه انت كنت رائعه وكنت جميله رائعه. برافو برافو. انا حقيقه اول شيء ما يعني ما شعرت انه هيك وصلتي لي. عادي 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 بس بعدين مش الحال. انت اخترتي غنية كبيرة، غنية قوية. لا كان صوتك كبير. غنية كبيرة. لأنه صوتك كبير. صح. صوتك وصوتك كبير يا بنت، صوتك أكبر منك. يا سلام. صوتك ارتقى لكبر الغنية تبعيتك. اشتقنا لهيدا النوع من الأغاني. صوتك عريض، صوتك مليان، صوتك دسم. طالع عبالنا نقول آه صرنا بالعالم العربي. بدنا موهبة نقول آه. ولك آه.
شكرا انك جيتي هنا بجد. انا بجد انبهرت بصوتك. بتسمعيني شيء صغير من غير غنيه، جمله صغيره مشان الاستاذ علي بس؟ حاجه كده. لمين؟ اللي بدك اياه، اللي انت بتحبيه من انت وصغير ومعوده. حاجه يا ليلي، يعني حاجه فوق وتحت، اي حاجه قولي ان شاء الله الصح الدحمبو، اي حاجه. ردعوني عنك لأيام اللي راحوا. أيوة. علمونا ندم على الماضي وجراحه. شفتوا ياسمين بتبكي انتوا عم تزقفوا لها؟ هيدي الموهبة الحقيقية.